تعريفها يهودية أزدية. مفعول من أيزد من نعم. نعم معناها أزداي الله فلك. الله فلك. نعم. كلمة خدا إحنا خدا. تقريبا هو. يعني خدا معناه هو اللي أعطى نفسه. هو. خدا. هو اللي خلق نفسه. في فلسفتنا تعريف خلق نور. هو الذي أوجد الأشياء وهو موجود من الأزل. نعم. نعم. هذا التعبير الأدق. نعم. فإحنا نقول خدا. خلق خدي. نعم خدي. شلون احنا نقول مثلا بالكرديه نعم. خدي خدي بلي شنو خديه نعم خدي يعني اوجد نفسه بالزبط. بنفسه بالزبط. ثم اوجد الملائكه نعم. وقسم الملائكه طبقه الملائكه نعم. وجعل طاووس الملك في راس نعم. الملائكه نعم. ثم بعد ذلك له نواب وملائكه نعم. هنا كلمه هنا كلمه طاووس 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 معناها الشمس طاووس نور الشمس نعم. هسه جماعة باعتبار على الفلك القديم نعم. كانوا يرون الشمس هو مصدر الإشعاع ومصدر النور نعم. أنا في مثلا نقول الترجمة هذا بالكردي يقول أكيد بيني خيرك يبيعيني برسنك تشيديني. إذا شفت واحد وأعطيته خير لا تسأل عن ديانة نعم. دعواتنا نتوجه الى هذا الخير نعم. لاجل ماذا؟ لاجل الله دائما لاجل الله يعني نعم. لا دائما عندكم محور ان هذا الكون له خالق اسمه الله في العربيه وخدا في الكرديه وايزد مرنان في ايزد نعم. هنا في دعواتنا اثناء يعني مع شروق الشمس وقبل غروب الشمس عندنا صلاتين دعواتين وسبحوا قبل الغروب وقبل نعم. نقول يا الله احفظ كل الناس يا الله اعطي الخير لكل الناس يا الله حقق امنية كل الناس ثم دي ثم دي اخر شيء فاطمة الزهراء كانت تقوم الليل كله وتدعو وتشع نورها لاهل المدينة يعني ابنها من يسألها أنه لمن تقول الجار قبل الدار الجار قبل الدار فكانت تدعو لأهل المدينة وللآخرين وللعالم كله بعد ذلك للناس كذلك موجود في الصحيفة السجادية إذا تردون ما حضر أقرأ لكم هنا الباب الشيخ حضورة في معبد الباب أي مرتبة يمكن المرتبة الدينية المرتبة الدينية في العالم من؟ الأمير 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 أمير الدنيا أمير الدنيا هذا غاية عن الأمر لا لا الأمور الدنيوية ما بشر الأمور الدينية الأمور الدينية يعني عندكم سلطة بعنوان أمير نعم نعم قاعد لأنه أكو قد منصب أعلى الهرم الأعلى الهرم هو من؟ الأمير الأمير هذا أمير ديني ودنيوي ودنيوي نعم. ثم بعد ذلك ينقسم السلطة إلى أمير ديني نعم. وأمير دنيا نعم. الآن هذا المركز نعم. الآن في هذا المركز في هذا المعبد هذا الشخص الموجود درجته ومرتبته في الديانة المسيحية في الديانة الأيزدية شو؟ باب الشيخ مو في الطائفة في الديانة الديانة أعبر عنها بالديانة باب الشيخ والمرتبة الدينية العليا الآن باب الشيخ مرتبة دينية دينية ويمثل كل العراق أمير كل العراق والعالم والعالم جيد حتى نعرف نمشي ويا من الأمير أمير الأيزدية جيد لا ما يخالف احنا نفس ذاك الشيخ ايضا هنا Thank you.
نعم صلى الله. اوكي تفضل. ممكن تطفى عندك. لا لا تقدرون تاخذون من هذا الصوره اذا ما يقطع واضحه حتى لو ما يقطع صباح حتى لو ما يقطع واضحه بس المهم كمعنى صباح كنت لا اذا هم يقبلون تقبلون احنا ما عندنا انما نريد انتم في بيوتكم في كل خطوه من خطواتنا عندنا رساله نعم خلينا نحكي هيجي مكشوف في كل خطوه من خطواتنا عندنا رساله احنا ورسالتنا انه احنا باعتبار الانسان هو المقدس الإنسان هو المقدس وكل ما في هذا الكون سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض الدرجة الأولى هو شنو؟ الإنسان ولكن هاي الآثار بما أنها جهود إنسان وبذلت طاقات وجهود عبادة حسب ما يعتقد كل من عنده يعتقد أنه من هذا الجهة وين صباح؟ يومين الثالثة دي لغاية سرحان صباح. نعم نعم نتشرف بأولا بلقائكم
ورسالتنا انه هو انه نريد التعايش السلمي العراق تحت وانتم اصلا اهل السلام بتلاحظ، ولكن انه ايضا انا بالسلام عبرت هناك احنا ندور المظلومين مثل بتلاحظ احنا بده واحد عشان يعلم واحد صورة الحق، ذاك يقول ولد زعيم، يقول لك تقول ولد زعيم، ولد زعيم هو يعرف، لكن يقول أنت حرك، يقول ولد زعيم، يقول ولد زعيم. شكر زين. هاي أبا أنت احكي مثل قلبي ولد زعيم. احنا ندور مظلومين. وانتم مظلومين وانتم مظلومين ظلمتم وشردتوا اهلكم ناسكم، احنا نحب انه هاي المظلوميه نجمعها في العراق حتى نطلع بها. ايش التواصل؟ صباح محمد انا اليوم الشخص انا شوي اطلع بلا 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 بلا